حين ضربت تلك القاع قررت أن أخرج من هذه الحياة، لأن كل شيء اعتقدت في يوم ما أنه معي اكتشفت أنه ضدي. ليست الصدمة هي ما حصل، وليست الصدمة هي القاع، لكن الصدمة أني من تلك القاع اكتشفت أن أفكاري ليست هي أفكاري التي أعرفها، ومشاعري ليست هي مشاعري التي أعرفها، وجسدي ليس هو الجسد الذي أعرفه، الأماكن التي أعرفها ليست هي، الأشياء التي أعرفها ليست هي، الناس الذين أعرفهم ليسهم، الله الذي أعرفه ليس هو. وحينها سقط كل شيء، وحينها سقط عقلي. هكذا يكون المصدوم، وهكذا يسقط.